السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف مع بعض ازاي نرسم في برنامج سهل اسمه دريم بلان. ده بيرسم حاجات زي البيم كده ومساحته 3 ميجا، بيفرش 8 ميجا. هنتكلم في الميجا مش في الجيجا. طيب هاجي من بلدنج واقول له وول وابدا ارسم الحواف بتاعتي، وليكن مثلا بالشكل دوت. ولو انا عايز ابص من فوق شويه ممكن ادوس بالرايت كليك، وبعد كده هبدا ارسم اهوت. وبعد كده مثلا هقول له انا عايز اقسم الغرف ديت اهي، ودي مثلا من هنا لهنا لهنا اهوت. وبعد كده هقول له انا عايز اشوف شكل المبنى اهوت. تمام، لو انت عايز تنزل شويه تدوس كده بحيث ان انت عايز تفهم شكل الحاجات وتحط الشغل الانتريور. طيب خليني مثلا اجي هنا واقول له انا عايز احط مثلا باب اهوت. تختار بقى الباب اللي انت عايزه اهوت، وتقدر تقول له مثلا عايز باب تاني مثلا هنا، تمام، وباب كمان هنا، وعايز مثلا شباك ويندو طيب ممكن اجي بعد كده هنا واقول له انا عايز بقى ابدا احط الحاجات الانتيريور بتاعتي، حاجات خاصه بالفرنتشر مثلا اهو، حاجه مثلا بالشكل دوت، استورج بيت مثلا تبقى هنا مثلا، وهكذا. دي الحاجات الخاصة بغرف النوم اهيت. خلي مثلا في غرفة نوم هنا، خلي في كراسي مثلا، كراسي تمام. عايز تحط مثلا حاجات ابلكيشن، يبدأ يجيب لك حاجات الابلكيشن اهوت. ممكن عايز حاجة الكتريكال فيبدأ يجيبها لك. عايز مثلا تحط مثلا حاجات في اللاندسكيب او تغير في اللاندسكيب بالشكل دوت، تعمل لور او تعمل رايز لللاندسكيب زي ما انت عايز. ممكن تقول له انا عايز حاجات اكستيريور لايتنج مثلا، تبدأ تعمل حاجة بالشكل دوت، وتقدر طبعا تغير فيها بعد ما تحملها زي كده مثلا، تعمل لها روتيت، تعمل لها تكبير زي ما انت عايز. تبدأ تشوف المبنى. طبعا تقدر ترسم في الدور التاني، تقدر ترسم في الدور التالت، في الدور الرابع زي ما انت عايز. ممكن تقول انا عايز ارسم حوائط مثلا في الدور دوت، وتبدأ ترسم هنا في الدور التاني. طيب انا عايز اعمل فلور، هتبدأ تقول انا عايز اعمل فلور اهو، ويبدا يعمل لك الفلور اهو. تقدر تقول انا عايز فلور في الدور الثالث مثلا، وهكذا. تمام، يقدر يعمل لك ملي للغرفه تلقائي بمجرد ان انت تعمل تحديد ليها. ممكن تقول له انا عايز روف، فيقول لك انت عايز روف في انهي دور من الدور. تمام، فتبدا تختار الدور اللي انت عايز تعمل فيه الروف، وتقدر تضيف ستور جديد من هنا، تقول نيو ستور، وتقدر تقول مثلا الدور ده هيبقى اسمه كذا، والهاي بتاعه قد كذا، والفيشن بتاعه كذا. هتقدر تتحكم في الادوار اللي انت عايز تدفعها.